السلام عليكم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. في المحاضرة الثانية احنا كنا اتكلمنا على الفاينايت ستيت ماشين او الاف اس ام او الفاينايت اوتوميتا وقسمناهم لجزئين فاينايت اوتوميتا وذ اوتبوت وقلنا ان فيها المور ماشين والميلي ماشين والفاينايت اوتوميتا وذاوت اوتبوت وقسمنا ان جوه الموضوع ده الدي اف اي اللي احنا اخدنا عليها امثلة كتير جدا والنهاردة هنبدأ نشتغل في النوع الثاني اللي هو الـ NFA. علشان نفهم الـ NFA أو الـ Non-deterministic Finite Automata فاحنا هنرجع قليلا علشان نشوف يعني ايه دي اف اي. احنا شفنا ده بالفعل بس نفهم ايه هي الخصائص بتاعت الدي اف اي اللي هي الديترمينستيك فاينايت اوتوميتا. الاول هرسم دي اف اي سريع كده علشان نقدر نشوف ايه هي الخصائص بتاعت الدي اف اي ونبدا نفهم من خلالهم ايه الفرق ما بين الدي اف اي والان اف اي. لو انا افترضت ان انا عندي دي اف اي بالشكل ده انا هبدا هنا عند الستيت اي ديت الانيشال ستيت بتاعتي. لو استقبلت مثلا واحد هروح للستيت بي ولو استقبلت زيرو هروح للستيت سي. وانا عند الستيت بي لو استقبلت واحد هرجع للستيت اي ولو استقبلت زيرو هروح للستيت دي مثلا والدي بالنسبه لي فاينل ستيت. وانا عند السي لو استقبلت زيرو هرجع للاي ولو استقبلت واحد هروح للدي. وانا عند الدي لو استقبلت زيرو ارجع للبي ولو استقبلت واحد ارجع للسي. مبدئيا كلمة ديترمينستيك اصلا جاية من ديترمينيزم. وكلمة ديترمينيزم معناها ان كل شيء محدد بدقة، يعني في تحديد بالظبط ايه اللي هيحصل، ففي تأكيد على كل خطوة هتوديني لفين بعدها. بمعنى ان انا وانا واقف عند اي ستيت انا عارف بالظبط ايه الستيت اللي بعدها هتكون ايه. يعني لو انا واقف عند الستيت A وحصلت على انبوت 1 فانا عارف بالظبط ان انا هروح للبي مش لاي حاجه ثانيه. طيب لو انا واقف عند السي وحصلت على انبوت 0 فانا عارف بالظبط ان انا هرجع للاي مش لاي حاجه ثانيه. فكل شيء متحدد بالظبط. فدي تعتبر اول خاصيه في الدي اف اي او الديترمينستيك فاينايت اوتوميتا. فممكن نكتب كده الخصائص بتاعة ال DFA. يبقى أول خاصية هنا رقم واحد مثلا نقول N DFA given current state we know exactly what the next state will be. الخاصية التانية المهمة جدا ان انا بيزد على الانبوت اللي داخل فانا عندي يونيك ستيت اقدر اوصل لها. يعني مثلا انا عندي الاي لو جاي لي انبوت 1 فما ينفعش الانبوت 1 مثلا يوديني لاتنين ستيت وانا اختار ما بينهم، لا هو في ستيت واحدة بس اللي اقدر اوصل لها لو حصلت على انبوت 1. فمش هتلاقي هنا خالص انك انت تكون عند ستيت معينة زي السي مثلا ولو جالك زيرو يوديك مثلا عند ستيت A او B، لا هو لو جالك زيرو هيوديك عند ستيت محدده فقط، فمفيش غير يونيك نيكست ستيت. فنكتب الخاصيه الثانيه نقول الخاصيه الثانيه ان دي اف اي ذير از اونلي 1
next state, unique next state. وطالما انا ما عنديش غير next state واحدة فقط بيزد على الانبوت اللي داخل، فانا ما فيش عندي اختيارات او ما فيش عندي اي نوع من انواع العشوائية، زي ما احنا هنشوف كمان شوية، هنفهم النقطة التالتة دي كمان شوية. فاحنا هنكتب الفيتشر التالتة بتاعت DFA او البروبيرت التالتة، ان هي there is no choices، ما فيش اي خيارات تختار ما بينها، or randomness. بعد ما فهمنا الـ DFA، تعالى أما نبدأ نتكلم على الـ NFA أو الـ Non-deterministic Finite Automata. أول خاصية مميزة في الـ NFA إن أنا دلوقتي لو عندي state معينة، فأنا لما أحصل على أي input فالـ input ده ممكن يوديني لكذا state مش state واحدة فقط. بمعنى افترض مثلا إن أنا حاليا عندي الـ state A، فممكن اقول لو انا جالي انبوت 1 اروح للستيت مثلا اللي هي بي، وفي نفس الوقت لو جالي انبوت 1 برضو اروح لستيت تانية ولتكن الستيت مثلا سي، ولو حصلت على انبوت 0 اروح للستيت مثلا ولتكن دي، ولو حصلت على انبوت 0 ممكن ارجع للاي تاني، واخر حاجه ممكن ان انا احصل على امبت سترنج، ودي احنا ما شفناهاش في الديترمينستك فاينايت اوتوماتا الدي اف اي. ممكن احصل على الامبت سترنج واروح لستيت ثانيه ولتكن اي مثلا. يبقى اول خاصيه عندي ان انا وانا واقف عند اي ستيت ممكن انتقل لكذا ستيت بناء على نفس الانبوت، فنفس الانبوت 1 يوديني عند البي او يوديني عند السي، ونفس الانبوت 0 يخليني ارجع للاي او اروح للدي. فاحنا لو حبينا نكتب الخاصيه دي كده ممكن نكتب NFA given current state there could be multiple next states. الخاصية التانية المهمة جدا ان انا دلوقتي لو انا عند الستيت A، لو انا استقبلت input 1 فانا ممكن اروح للB او الC، فانا هختار اي واحدة منهم عشوائي. فبنقول ان الـ NFA الخاصية التانية بقولها ان the next state may be chosen at random. يعني انت في الـ state A لو استقبلت 0 هتفضل عند الـ A او هتروح للـ D، فانت عشوائي اخترت الـ D. الخاصية التالتة ان انا ممكن اختار كل الـ next states at parallel. يعني انا مثلا عند الـ state A، فانا لو استقبلت input 1 فانا ممكن اروح للـ B او اروح للـ C، فانا ممكن اختار الـ B والـ C in parallel. فنقول الخاصية التالتة all next states may be chosen in parallel. واخر خاصية زي ما انت شايف كده، انا ممكن اكون عند الستيت A واستقبل الابسلون او الامبت سترنج علشان اروح من الA للE. فاحنا الخاصية الرابعة هنا، سوري
الخاصية الرابعة هنا هنقول you can use embed string اللي هي الابسلون to make transition from one state to another. عشان نخلي الامور اوضح فممكن ناخد مثال دلوقتي على تصميم NFA. فانا عايز اصمم NFA علشان تستقبل كل الكلمات اللي بتنتهي بزيرو فقط. يعني لو الكلمة بتنتهي بزيرو فال NFA تقبلها عادي، لو الكلمة ما بتنتهيش بزيرو ما ينفعش ان ال NFA تقبلها. لما نيجي نصمم ال NFA ديت فانا هبدأ اول حاجة بالانيشال ستيت A وهقول لو استقبلت 0 or 1 هفضل عند ال A وهعمل سهم من ال A لل B. هقول لو استقبلت 0 هروح لل B وال B ديت هي final state فهحطها في double circle بالشكل ده. لما نيجي نبص لل NFA اللي قدامنا هي بتختلف عن ال DFA دلوقتي، ان انا لو استقبلت 0 ممكن افضل عند ال A او ممكن اروح عند ال B. ال DFA ما كانش ينفع ان انا اعمل حاجه زي كده، ال DFA لازم تكون محدده، لو استقبلت 0 هروح فين بالظبط. لكن انا عندي هنا ممكن افضل عند ال A او ممكن اروح عند ال B. طبعا ال NFA سهلت عليا كتير جدا، لان لما انا جيت اصمم نفس الماشين دي باستخدام ال DFA فهيبقى الموضوع صعب جدا. لكن في ال NFA زي ما انت شايف بخطوه واحده قلت له وانا عند ال A لو استقبلت 0 ممكن افضل عند ال A او اروح ل البي. فالخطوه دي خلتني اختصرت خطوات كتير جدا جدا كان ممكن تاخد مجهود رهيب علشان اصمم الدي اف اي، فالان اف اي خلتها اسهل بكتير. وبكده الان اف اي دي تقدر تمثل كل السترنجز الممكنه، يعني اي سترنج هتدخلها له ممكن الان اف اي تقدر ان هي تتعامل مع السترنج دي عادي خالص لغايه لما توصل لاخر رقم في السترنج. لو كان 0 تروح للبي والبي ديت فاينل ستيت فتقبل السترنج لو بتنتهي ب 0، ولو ما كانتش السترنج بتنتهي بزيرو فمش هتقبلها. في حاجه كمان، ان انا في الدي اف اي ما كانتش ينفع ان انا اسيب البي بالشكل ده، لان لازم احدد له لو انا في الستيت بي واستقبلت 0 اور 1 هروح فين. لكن في الان اف اي ممكن عادي خالص اسيب الفاينل ستيت بالشكل ده، اساس ان ديت فاينل ستيت ما فيش فيها اي مشكله، ما عادش هيستقبل اي حاجه بعدها. بعد ما صممنا ال NFA بالشكل ده هنبدأ نكتب الفورمال ديفينيشن بتاعها. زي ما احنا عملنا بالظبط في ال DFA فالفورمال ديفينيشن بتاع ال NFA برضو خمس حاجات أساسية. أول حاجة ال Q، وتاني حاجة ال Sigma، وتالت حاجة ال Q not، ورابع حاجة ال F، وخامس حاجة الدلتا. أول حاجة الكيو، والكيو ديت هي عبارة عن كل الستيتس اللي موجودة عندي، فبقول إن هي set of all states. فلما نيجي نكتبها بالنسبه للدي اف اي ديت فانا عندي هنا 2 ستيتس فقط اللي هما الاي والبي، فانا هعمل مجموعه فيها الاي والبي فقط فتبقى هي ديت الكيو. لما نيجي نتكلم على السيجما فالسيجما هي سيت اوف اول انبوتس، المدخلات اللي متاحه عندي، وانا المدخلات المتاحه عندي هي الصفر يا الواحد فقط، فاحط الصفر والواحد في مجموعه. بالنسبه للكيو نوت فهي الانيشال ستيت، ودي بتبقى ستيت واحده بس مش مجموعه. الفاينل ستيتس ممكن يبقوا كتير جدا لكن الانيشال ستيت لازم انيشال ستيت واحده، فهي هنا هتبقى هي الاي فقط. بعد كده الاف، الاف هي عباره عن سيت اوف اول فاينل ستيتس. كل الفاينل ستيتس اللي موجوده، فانا عندي هنا
في الدي اف ال في الان اف ال اللي قدامي مفيش غير البي، فانا هكتب البي بس طبعا جوه مجموعه لان دي عباره عن الفاينل ستيتس، ممكن تكون اكتر من واحده. واخر حاجه عندي اللي هي الدلتا، وديت اللي هي ترانسفورميشن فانكشن. انا كنت بقول ان هي داله هتماب الكيو في السيجما لي، كنت في الدي اف اي بقول ان هي بتماب للكيو، لكن انا هنا بقى في الان اف اي هقول ان هي بتماب لايه. هو في الدي اف اي انا كنت عند ستيت وحصلت على انبوت فرحت لستيت تانية، فكنت بختار ستيت واحده اروح لها من ضمن الستيتس اللي موجوده، فكنت عشان كده بقول ان هو هيروح للكيو هيختار منها ستيت معينه. لكن انا بقى هنا في ال NFA انا ممكن اروح لستيت وممكن اروح لاثنين وممكن اروح لثلاثه ممكن اروح لكله، فانا هروح لايه بالظبط؟ هو ده اللي احنا هنشوفه دلوقتي. لو انا بالنسبه للمثال اللي موجود قدامي، لو انا عند الستيت A وحصلت على انبوت 0 فانا عندي حالتين، لو انا عند الA وحصلت على انبوت 0 ممكن اروح عند الA وممكن اروح عند الB. لو انا عند الA وحصلت على انبوت 1 فانا هروح للA، انا عند الA ودخل لي 1 فاروح للA زي ما انا. لو انا عند الB وجالي انبوت 0 فانا مش هروح في اي مكان، فهنا عندي الفاي. ولو انا عندي البي وحصلت على انبوت واحد هروح للفاي. فانا هنا لما اجي ابص للمثال اللي قدامي هلاقي ان انا في حاله الاي رحت لحالتين مختلفين الاي والبي. طيب انا هنا هل انا بختار من ضمن الستيتس اللي موجوده اللي هم الاي والبي وكده، يعني اختار منهم ستيت معينه ولا بختار من حاجات اكتر؟ فهنا لو انا ببص ان انا عندي ستيت A بالنسبه لاي مثال مثلا، والمثال ده فيه ستيت A وB فقط، فانا لو انا عندي الA وحصلت على اي انبوت يعني هكتب كده I، فانا ممكن افضل عند الA وممكن اروح للB وممكن اروح للA والB مع بعض زي المثال اللي عندنا ده، ان انا رحت للA ورحت للB لما حصلت على انبوت 0، وممكن ما اروحش في اي مكان يبقى انا عندي فاي. فدي مجموعة الخيارات اللي هي المتاحة قدامي ان انا اختار ما بينها، فما عادش الكيو عندي ان انا اختار يا الاي يا البي فقط زي المرة اللي فاتت في الدي اف اي، لكن انا دلوقتي بقى عندي اربع اختيارات اختار منهم. طيب تعالى اما نكبر شوية الموضوع. لو انا عندي 3 ستيتس، يعني لو انا عندي اي مثال وفي ثلاث حالات، فانا عندي الاي والبي والسي. لو انا عندي مثال وفي ثلاث حالات الاي والبي والسي، فانا في المثال ده انا لو انا عندي الستيت A مثلا وحصلت على اي انبوت I، انا في الحالة دي انا ممكن افضل عند ال A وممكن اروح لل B وممكن اروح لل C وممكن اروح لل A وال B، ال A B يعني رحت لل A ورحت لل B، وممكن اروح لل A وال C وممكن اروح لل B وال C وممكن اروح لل A وال B وال C مع بعض، فانا هنا وممكن ما اروحش في اي مكان فيبقى فاي زي ما انا في المثال اللي عندي فوق ده، انا في حاله الستيت بي ما رحتش لاي مكان. فانا هنا دي الخيارات اللي هتبقى قدامي لو انا مثلا عندي اي ان اف اي وفيها ثلاثه ستيتس بالشكل ده A وB وC. فلو بصينا هنا ان انا لما كنت عند الاي فانا قدامي 8 ستيتس مختلفين ممكن اروح لهم، الثمانيه دي اللي هي بتساوي 2 اس 3، 2 اس عدد الستيتس اللي موجوده عندي، يعني انا عندي 3 ستيتس فقلت 2 اس 3 بتساوي 8، فانا عندي 8 حالات اختار منهم. في المثال السابق اللي هو اللي انا كنت بشتغل عليه انا كان عندي هنا حالتين اثنين فقط الاي والبي، فطالما عندي الاي والبي فانا لما اجي اشوف عدد الحالات اللي انا ممكن اروح لها فهي 2 اس 2 يعني بتساوي 4، الاثنين اللي فوق ديت هي عدد الستيتس. فالدالة اللي هي الدلتا هي دالة هتماب الكيو في السيجما لـ 2 أس الكيو.